مشاهدينا رجعنا معكم، وموضوعنا لهالفقره رح يكون حول اللجنه النشاط يلي منظمته اللجنه الاسقفيه للتعاون الرساله بين الكنائس ورعويه المغتربين. خليني رحب بدايه بضيوف بير نادر. ابي نادر اهلا وسهلا فيك. ميرسي، اهلا فيك. مدام كاتيا اهلا فيك. بير بدايه معك، ممكن تخبرنا اكثر حول اللجنه الاسقفيه بدايه؟ شو مين هي وشو هدفها؟ هلا بالريبورتاج اللي بده يمروا، نعم، رح تعرفوا مين هي وكيف تاسست يعني. بس بدايه بلشت بهيك مبادره شخصيه للمطران جينجان، نعم، وسيدنا جورج ابو جوده كان بعده كاهن بوقتها، راهب هو عزاري، وبرلانجو والاخت فيفيان عيد والخوري حليم ريشه، مجموعه 93 يعني. يعني ايه بلشوا يفكروا بكل الاشخاص اللي عم يروحوا على الرساله، ومطران جينجان عنده كثير هم الرساله يعني، وهو كاهن رسولي يعني. بقى فكروا انه كيف ممكن يعملوا طريقه يجمعوا هالمرسلين، يبقوا يلتقوا فيهم، يتبادلوا خبرات بين بعضهم البعض، حتى يحفزوا اكثر كمان العمل الرسولي بلبنان للانطلاق الى كل العالم. بلشت من هنيك الفكره يعني. نعم، بس شو الهدف كان الاساسي من هاللجنه؟ اليوم في كثير مغتربين عم بيروحوا على كل دول العالم. قديش في ناس بيعرفوا فيهم؟ كثير اشخاص عم بيروحوا برساله رسوليين، بس قديش في ناس بتعرف فيهم يعني؟ اختنا كاتيا هي من الاشخاص اللي ساهموا، راحوا عملوا رساله ببلد معين، ويمكن ما كانت تعرف قبل انه في هاللجنه. مزبوط؟ مزبوط. انا بس رجعت عرفت بالقام. بس رجعت عرفت بالقام، عرفت انه في شيء، في لجنه اسمها قام. الهدف كان من وراها انه هالشخص عم بيروح على الرساله يعرف انه لا، في كنيسه حاضنته، في كنيسه واقفه حده، في كنيسه مستعده انه تشوف يعني شو فيها تساعد وتدعم على الموضوع. نعم، كان قبل يروح على عاتقه هو. صحيح، كان في هيك جروبات، كل جروب او كل جمعيه او كل رهبنه يعني يبعثوا مثلا حدا على الرساله. بس هالمرسلين ولا مره التقوا مع بعضهم، بيدلوا خبرات مع بعضهم. نعم، الا اذا في علاقه بين رهبنه وثاني، بين جماعه وثاني، كانت تصير هيك. هاللجنه هيدي هي لحتى تكون عم تجرب تجمعهم، تجرب تنسق العمل بين الكل يعني، بين كل الجماعات الرسوليه كان بلبنان او برا لبنان يعني. بعدنا عم نشتغل لنوصل لهالخطوه. يعني الهدف هي انه تجمع كل الاشخاص اللي شغلتهم يروحوا يبشروا ببلاد الدول، تامن لهم لقاء مع بعضهم. نعم، يلتقوا مع بعضهم، يبادلوا خبرات مع بعضهم. كيف بيتم التحضير مع بعض لهال لينطلقوا لغير دول؟ هل تاخذ على عاتقها هي تحضرهم؟ لا، لينطلقوا هيدي عم تكون على عاتق الجماعات يلي هن عم يروحوا. نعم. هلا نحن عندنا مشروع واشتغلت كمان عليه اختنا كاتيا وكلناها فيه، بموضوع انه نحضر لشيء اسمه فورماسيون للشبيبه. نعم، هذا السؤال، هل في شيء بنكون عندهم فورماسيون حتى نحضرهم ليكونوا جاهزين لانه يروحوا على الرساله، ونحفزهم ونشجعهم على هالموضوع. وبس بعد ما اشتغل على الموضوع هيدا يعني، بعد ما تطبع بعده عمليا، بعده على الورقه والقلم يعني، بعد ما طبقناه كثير عمليا انه نحن نصير نوديهم باسمنا دغري. ولكن عم نجرب هلا نشوف مين المحمس ومشجع لانه يروح على رساله، نلاقي طريقه نحن كمان انه نقدر ندعمه بهالموضوع. عم ينشغل على فورماسيون حسب ما فهمنا. تحضر البرنامج، تحضر الفورماسيون. بس شفنا نحن انه كمان في جامعه اليسوعيه كمان عامله شيء برنامج هيك، وغيرهم كمان. هلا عم نجرب نشتغل بطريقه انه يكون في تعاون مع هالجامعه، انه نودي اشخاص اللي بيحبوا نوديهم لهنيك يعملوا فورماسيون يعني، نوجههم، ونكون نحن عندنا ليستا باسماء كل اللي هن بيحبوا يعملوا رساله. وقت اللي بينطلب منا انه بدنا مثلا اشخاص يعملوا رساله بهالبلد او بهالبلد، نتصل نحن بالاشخاص اللي هن حاضرين. نعم. ابونا السفر بيتم على عاتقهم، على عاتق الجمعية، على عاتقهم الشخصي لحديت هلا. ايه يعني حاولنا انه نعمل شيء نشاط نقوي صندوقنا، لانه نحن ما عندنا المدخول، ما عندنا التغطيه الماديه اللازمه لهالموضوع، وهيك مشروع بده بتعرف يعني. نعم، فيه كلفيه كثير كبيره. نحن ميزانيتنا عم بتكون سنويه تقريبا بال 6 ملايين 7 ملايين 8 ملايين، ما بتتعدى هالشيء يعني يلي بيقدموا لنا اياه لحتى نشتغل فيه على كل السنه. هودي ما بكفونا بين سكرتاريا، بتعرف في موظف يبقى، ما
عن سكرتاريا وهيك وكم شغله ما بيعملوا شيء. عشان هيك جربنا نعمل شيء، نعمل 10 سنوي نأمن دعم، لانه عندنا هم انه هيدا الشخص عم بيروح على الرساله ضروري انه ندعمه، ضروري انه نساعده، وعلى القليله لو امنا له التيكت طياره يعني مش لنا جزء كبير عنه. الكل الاعمار بير مدعوين انه يكونوا اكيد كل الاعمار، بس هو الافضل بده يسافر يكون من 18 وطلوع. يعني عم نحكي هون عن رساله، يعني في تبشير، في حكي لاهوتي، صحيح، في باك جراوند معين بده يكون، في عيش مع الجماعه اللي بدك تروحي لعندهم، وقت عم بتكون طريقه العيش فيها صعوبه كثير يعني. هلا كاتيا بتخبرك عن اختبار مطرح ما راحت. نعم انسه كاتيا، مثل ما عرفنا انه اللجنه منظمه ب 9 تموز الجايه نشاط، صحيح، خبرينا اكثر عن هالنشاط، شو بيتخلى؟ من كمان من اهداف اللجنه هو تحفيز للرساله، يعني هذا لقاء سنوي بنعمله جورني ميسيونير، السنه رح نعمله دومي جورني ب 9 تموز، بيكون نهار احد بعد الظهر، والهدف منه اكيد مثل ما قال الابونا هو نرجع نلتقى كل يعني المرسلين اللي راحوا ميسيون او اللي بدهم يروحوا ميسيون قبل ما يروحوا بالصيفيه، نلتقى سوا حتى اول شيء هذا اللقاء نتبادل الخبرات، وكمان في دعوه لشبيبه واشخاص بهمهم هذا الموضوع من الرعاية، مشان هيك نحن بندعي الجمعيات الرسوليه بقلب لبنان حتى يشاركوا بهذا النهار، بركي في اشخاص منهم بحبوا يروحوا لبرا، هيك كمان بيكون عندهم فرصه يتعرفوا على اللجنه، يعرفوا اكثر عن هالموضوع، وهيدا اللقاء يعني لهيدا السبب كمان من اجل هيدا التحفيز. اكيد رح يكون في اكثريه يمكن يكونوا من قلب لبنان، بعد يمكن ما بيعرفوا بالميسيون، هيدا كثير مهم. نعم، اي هالتوعي ترجع توعي هالشيء، يعني هيدي دعوه للكل، كلنا مدعوين نبشر. هلا في كثير مدعوين يبشروا بهون بقلب عيالهم، بتبلش بالعيله بالشغل، بس كمان في وزنه بتعطى زياده لاشخاص حلو تقطفي هالوزنه، تساعديهم انهم ينموها، يروحوا يعيشوها، يروحوا عن جد. اليوم العالم ناطر، اليوم بعالمنا في كثير حاجه للرساله، في كثير حاجه ليسوع المسيح يوصل، وفي كثير مطارح بالعالم مثل ما انا شفت بعد ما في اثر ليسوع للاسف. نعم، في كثير دول يمكن في ناس عن جد بحاجه تعرف الحب، وفي ناس بحاجه، نحن كمان نحن بحاجه لنروح ونعرف الحب عندهم، لانه هن كمان عندهم يسوع ويمكن مش منتبهين انه هذا يسوع. عرفتي انه في قضيه كلنا هي بدها تكون همنا، هي هم الكنيسه، مشان هيك التعاون الرساله كلنا تحت بحضن هالكنيسة، عم نروح باسم هالكنيسة مش برات الكنيسة، فاتحين على حسابنا بمطارح. مزبوط، يعني قد أهمية إنه يكون هالنشاط ضمن الكنيسة، لأن عم نشوف كتير نشاطات للأسف عم تخرج، عم تكون خارجة عن منطق الكنيسة وأهدافها. طيب مدام كاتيا، خلينا نعرف أكثر، حكيتيني عن تحفيز. أي تحفيز للناس يلي هن رايحين يعطوا الرسالة، صحيح، كيف بيتم هالتحفيز؟ عن طريق شو؟ مثلا أنا رح أحكي شوي أكتر عن الجورني. هلأ هيدا الجورني اللي رح نعيشه، كيف بيصير التحفيز فيها؟ أول شيء نحن عم نلتقى بهالأشخاص، عم نقول لهم أنتم مهمين، اختباركم مهم، مشان هيك اللي هن رايحين يعطوا الرسالة، اللي رايحين ميسيون أو اللي مثلا ما بيعرفوا حتى بالرسالة. نعم. جايين بهيدا اللقاء أول شيء بيتعرفوا على بعض، بنتعرف عليهم، وبيصير في تبادل خبرات. بتبادل الخبرات ضمن حلقات حوار رح يكون بهيدا الوقت، هن عم بيعبروا عن اللي عم بيعيشوه، وهون اللي راح ورجع اختبر شيء مهم، انه انا كنيستي بتعرف انا شو عشت. انا هيدا اختبرته وقت رحت اول مرة على الهند ورجعت، انا كتير كنت بحاجة لكنيستي هون تسمعني، تسمع خبرتي، هيدا الشيء الكتير حلو اللي انا عشته ما فيني خليه لإلي، بدي اعطيه، ما فيني خلص اطمره، لا، هو مش إلي وحدي. يسوع وقتها بيوكلك بمشروع برساله معينه، هي مش لإلك انت، بدك تعشيها، بدك تنقليها، كمان وين عشتيها هونيك بدك تجي تنقليها هون. المرسل وقت يرجع بده ناس تسمعه، هيدا مهم، هيدا عم بحفزه مره ثانيه ليرجع يروح.
بحفز الاشخاص اللي ما راحوا يسمعوا هذا دعاء يعني لانه كيف يؤمنون يعني. ان لم يسمعوا ما هيك شيء ضمنه هذا ضمن راح يكون في تام للجورني هلما وانظرا نعم صحيح هلا اذا بدك نحكي عنه اكثر التحفيز بيصير وقت اليوم في قداس ضمن الجورني هذا القداس فيه ماس دونفوا الكنيسة عم ترسلكم نحن معكم عم نصلي معكم ونحن مؤمنين باللي انتم رايحين تعيشوه عرفتي يعني هيدا التحفيز هلا على صعيد التحفيز في مشروع كمان اللجنه تحفيز على صعيد الرعايه هلا اللي عم نشوفه على الارض اكثر وبنلمسه في كثير برنادر حكي انه في كثير جامعات عم بتروح ديجا يعني اذا بدك تقولي من 10 سنين لورا من 2000 لليوم في تطور كبير على هذا الصعيد الجامعات اكثر بروح انا بيجي بخبر بيسمع بيتحمس بده يروح عرفتي صار في اكثر جامعات عم بتروح واليوم بدنا نعرف شغله انه في جامعات عم تروح لجمعه اشخاص بيروحوا جمعه او جمعتين اكثر هي ميسيون بس اكثر كمان فولونتاريا يعني عم بيكونوا عم بيتطوعوا مثلا مع رهبانيه مار تيريزا او بيساعدوا نحن بدنا بعد اكثر نحن عم نفتش على الاشخاص اللي بدهم يعيشوا وقت اكثر ميسيون اشخاص بدهم سنه اشخاص بدهم يقعدوا وقت يعني فعلا هيدا التبشير مش اكيد صغيرة. مش معناتها اللي عم بيروح وقت قليل منه لا مهم لا, أبداً لا هو كثير مهم أكيد. لانه بالنتيجه هن عم بيروحوا ضمن مثلا رهبنه رساله رهبنه معينه هن ضمن رساله هالرهبنه الميسيون تبع الرهبنه هن ميسيونير عم بيشاركوا بالميسيون اكيد ديجا أكيد. يسون ميسيونير اكيد مش اقل شأنا بس قديه اصعب مش كثير صعبه اللي عنده دعوه مش صعبه في كثير بحبوا يعطوا من حياتهم وقت اذا من كل قلبه اكيد انا عشت سنه اول مره كلايك بالهند يعني وعشت وقت اكثر بغير مطرح كمان بالهند بس رح نرجع نحكي اكثر عن هالخبره الشخصيه تبعك بير عندي سؤال لك الكنيسة هون عم نحكي قلت لنا انسي كاتيا انه عم بيكون الرحله يعني عم تكون فتره طويله عم نحكي سنه كيف بيروحوا اكثر او اكثر يعني مينيموم سنه كيف عم الكنيسة عم تتواصل عم تكون على تواصل مع هدول الاشخاص اللي هون عبر اكيد عبر الاساقفه الموجودين هنيك او الكهنه يلي عم يهتموا بهالموضوع او الرهبنه هي مسؤوله عن الميسيون يعني مطرح البلد بيكون فيه ميسيون ما بيروح الواحد هيك من هون على مطرح ما فيش حدا عنده هنيك يعني عم بيكون في ارضيه محضره يعني في حدا بيتابع هنيك اكيد أصلاً. اكيد في الرهبنه راح معه او الجمعيه راح معه اللي هي عم بتتابع الموضوع هنيك يعني هون انتو او عبر المطران اللي هو معين بهالبلد او بهالابرشيه نحن شو pardon يعني بس الشخص يسافر لهونيك على دوله مثلا ثانيه لهونيك يعمل رسالته نعم دوركم انتو بينتهي هونيك بس يسافر او بتكمل نحن اصلا ما بيكون عندنا علاقه معه وهو موجود هونيك هذا سؤال اي لا ما فيش نحن علاقه معه نحن هي للتعاون الرسالي لهاللجنه حتى نجرب نقدر ننظم هالعمل يعني بدل مثلا نقول ما يصبوا كل الجمعيات اليوم الرساله بالهند لا بنوجههم يسوى انه نعطي توجيه انه لا في عندنا هالبلد بحاجه عندنا هالبلد بحاجه يعني في اساقفه اليوم مثلا بافريقيا السنه الماضيه اجينا مكتوب من افريقيا طالبين حدا بالسودان يعني طالبين حدا يروح على السودان مشان ميسيون كان في الاسقف هناك طالب حدا ايه بيوصل لنا بنجرب نحن نشوف مين ممكن يكون حاضر لحتى نبعث له هناك ومش طالبين حدا على يوم ويومين او جمعه يعني طالبين حدا يروح يعيش عندهم بقى هيدا بس يروح لهنيك بصير على مسؤوليه الاسقف يلي طلبوا يعني الجهه يلي طلبته انه يكون كل شيء بينتج عن الشخص شو بيقول او كل الاشياء اللي ببشر فيها على ما راح يبشر هو هيك من عنده بتعليم خاص يعني ايه؟ لا اكيد بده يتوجه بده يتمرن لحتى يعرف شو بده هذا التمرن بيصير قبل ما يسافر صحيح طيب في منهم بيروحوا اوقات من هون ما بيكونوا ديجا مرنين او عاملين فورماسيون لشجعتهم لانه يروحوا يعملوا خبره وفي منهم بيروحوا اوقات اهلهم بيسجلوهم مثلا في صبيه مره عطت اختبارها انه اهلها سجلوها هي كانت بمدرسه جمهور سجلوها أهلها بأنها تروح تعمل ميسيون بأفريقيا وكانت مزعوجة وبدأش تروح وكانت عايشة حياة هيك كتير فيها رخاء ولا مسؤولية يعني مش سألانة عن شيء
بقى لما راحت لهونيك وشافت قديش اللي تفرق يعني الخبز. اللي تفرق الخبز المقرق ده قديش له قيمه عند الانسان صحيح. اللي عم تعيش معه اجت غير انسانه كليا رجعت اكتشفت حالها على ضوء لقاء مع يسوع من خلال هالناس اللي راحت عشت معهم تغيرت كل حياتها قربت 180 درجه يعني مثل ما قالت لك كاتيا يعني كمان قبل شغله ما فيها انه عم بروح انا بعطي ثمار للناس اكثر ما انا عم باخذ انا عم باخذ اكثر صحيح بستفيد اكثر ما عم نعطي صح نعم والعمل اللجنه ما عم بيوقف بس على قصه الرساله بالدول برا بيكون في رساله كمان بلبنان يعني كل سنه بيكون في تحضير لعمل رسولي مخيم نعمل بمنطقه معينه ثابت نحن السنه الماضيه كنا محضرين لمخيم والغناء فجاه من وراء الاوضاع الامنيه لانه كنا عاملينه بالبقاع بالبقاع الغربي وبالضيع اللي فيها من كل الطوائف مش بس ضيع بيور مسيحية يعني فرضت عليكم الأوضاع الأمنية أنكم تلغوا طبيعي من وراء التفجيرات اللي كانت عم بتصير كذا ما فيك تحمل مسؤولية شباب وصبايا على اللي يقدر أكيد. صار شيء هيك بار يعني كمان بلبنان بنفهم من حديث حضرتك إنه عم تاخدوا على عاتق على عاتقكم التبشير والعمل صحيح. الرسالة مش بس بدول برا صحيح بقلب هاللجنة انا كنت ايام من المطران الياس نصار كان هو رئيس اللجنه يعني واكيد طلب وكلني بهالمهمه هذه من الاشياء اللي عملتها يعني عملناها عملت شيء جروب اسمه اصدقاء اللجنه التونس يعني اميغام هودي اشخاص هن ذو عده اختصاصات شيء محامي شيء دكتور شيء عم نجتمع سوا ونتعمق بكلمه الرب وكانوا هن يهتموا يعني تكون في عندي هالمخيم هن يهتموا بدعمه بتخطيط مصاريف وتكاليف هالمخيم والا ما فيناش نعمل مخيم رسولي يعني وبدورهم هن كمان كل واحد بمحله بشغله صار عم بيعيش شهاده مع الناس وعم بيكونوا مبسوطين لانه عم يقطفوا ثمار يعني هن مثل ما هن ضلوا بس اللي تغير انه طريقه معاملتهم بمجالهم هن اول شيء طريقه قراءتهم لحياتهم للواقع ولعلاقتهم مع الآخرين اختلفت كليا وقت الإنسان بيعبي من الله بيصير على ضوء حضور الله بحياته بينظر للأشياء بيقرأ الأشياء نعم. وبيتعاطى مع الناس على الأساس يعني صاروا هلأ ماشيين بدك تقولي عكس السير هو السير المشوار مع يسوع دايما مذكورة عكس السير أكيد عكس السير ضروري وإلا ما فيك تكوني علامة مميزة أكيد صح مدام كاتيا رجعنا معك كان بدك تخبرينا اكثر عن خبرتك الشخصيه بهالمجال هلا انا سافرتك ورجعتك وكيف فادت هالمشروع هلا اوكي انا فيني اخبر بس كنت بفضل شوي كمان نحكي شوي اكثر عن الجورنال يعني كيف خدمت هالجورنال وكيف عم بتساعد هدول الاشخاص اللي حابين هن يكونوا كمان كيف تبارك هيك اوكي انا عندي كذا اختبار رساله يعني بالهند اكثر من 4 مرات كنت بالهند وبالاردن كمان بالاردن اختبرت الرساله وبايطاليا بهالاماكن الثلاثه كنت عم بكون عم بعيش الميسيون اكيد الميسيون من سنه 2000 اول مره رحت فيها على الهند كنت عم تقولي صعبه واحد يعطي سنه من حياته بقول لك لا كان كثير حلو انا ما كان بدي ارجع كنت بدي ضلني اكثر وقت بس كانت ثاقبت فيستي خلصت وانه لازم ارجع ف الحلو الكثير انه انا كنت ببيئه هندوسيه يعني انت كنت يعني عم بعيش بمطرح الكنيسه حاضره ولكن مش حاضره مثل بلبنان وين ما بتروحي بتشوفي مسيحيين هنيك كان في تحدي اكثر في مسؤوليه اكثر انك تعيش الايمان وتشهد ليسوع مش انك توقفي بالطريق وتحكي تعوا حبوا يسوع ولا تشهدي من خلال الحب انا كنت عم عشت لهيدا الوقت كان اصعب من انك توقفي بالطريق وتحكي اكيد كنت عم بعيش عشت الاختبار مع افقر الفقراء هونيك كنت ببيت اسمه الميرسي هوم فيه 100 شخص من افقر الفقراء يعني شو ما بتتخيلي وضع فيزيك هانديكاب فيه موجود او هانديكاب معطل منبوذين مرفوضين انا كنت عم بعيش معهم هيدا الحب هيدي الاتحاد اليومي ان كان بالصلاة ان كان انك بدك تساعديهم ان كان بالحضور ان كان بحيالله شيء هن عن جد بحاجة لإله كنت انت عم تعطي من حياتك لإلهم وهيدا هي الميسيون تعطي من حياتك
هذا يسوع اجى اعطينا من حياته، يعني حياه الله اجى شاركنا فيها. انت عم تروح عم تشاركي هيدي الحياه، كثير حلو هذا اللي بيعطي المعنى. مشان هيك الصعوبات الثانيه اكيد اكيد اللغه، انا كانت صعب علي اللغه، كان صعب علي المناخ بالاول، الجو، البيئه، كله هيدا بالاول كان صعب. ولكن اللي كان عم بهينه هو هالعلاقه الشخصيه مع يسوع. يعني انا من قبل ما اروح ووقت رحت ووقت رجعت كان فيها الثبات بالعلاقه الشخصيه الحميميه مع يسوع المسيح، انت وياه. وثاني شيء هالعلاقه معه ضمن الكنيسه الموجوده هونيك، يعني مثلا كنت ضمن رهبنه بس كعلمانيه، كنت دائما هن عم بيوجهوني على الرساله، مش انه انا هونيك مثل ما بدي بعمل، عرفتي؟ مش انا شو بيطلع بالي بعمل، لا، في هون بتجي يعني في حدا ضمن في شخص عم بيوجهك، وانت عندك بهذا الايمان انت عم تطيعي صوت يسوع من خلاله، هو اللي بده هيك بهذا الوقت بهذا النهار بهذا اللحظه. بدي احكي شغله شو فادتني كمان، بينت انتبهت قديش كنيستنا غنيه بلبنان، غنيه بالكهنه، غنيه بالجامعات الرسوليه العلمانيه، جامعات الرعاية، نحن عنا غنى بده يطلع لبرا، ما فينا نخليه لنا برا بهيك اماكن، اماكن الفقر. مثلا كنت بالادغال شهر، انا تخيلي بالادغال فيها تقريبا بال 2000 شخص من قبائل، في بس 7 رهبات وفي كاهن، وانا وفيل اللي كنت تاركه من عندهم، في اخ يعني براذر كان جاي لحتى يخدم، عم يخدموا بهيدي الادغال ومنهم مسيحيين، ووضع كتير صعب، ما كان في بعد الطريق منا ممدوده للساحل، ساعتين بالغابه تتوصل، اذا بدك توصلي على المستشفى بدك 4 ساعات، اوضاع صعبه بوقت نحن هون عنا رفاهيه بمطرح، صرت بتحسي انه عن جد شيء كثير حلو، عنا كثير نشاطات، بس هاي النشاطات بدها توجه للاماكن اللي بحاجه اكثر. ما فينا انه الجنراسيون الجديده، الاشخاص يمكن يلي عمرهم من 18 ل 20 اللي يعتبروا نسبيا صغار، بتشجع انه يشاركوا بهيك؟ اكيد. انا مش من زمان كنت كمان بكالكوتا، رحت ميسيون جمعتين، التقيت بكثير فولونتير هونيك من كل بلدان الدنيا، وفي شاب كثير اثر فيني جاي من مكسيكو، عمره 18 سنه جاي من مكسيكو، اذا بتشوفيه وقت السجود للقربان الاقدس كيف بيصلي، كيف بيحمل المسبحه، كنت روح عم بخدم ببيت المروار، يعني وين بيموتوا، يعني الاشخاص اللي عم بينازعوا بنزاعهم الاخير، انا كنت هونيك عم بخدم. كان هذا الشاب عم بيروح لهونيك، اسمه اكتور، كان عم بيروح على هيدا البيت، كنت عم شوفه كيف عم يخدم، انه شاب بعمره تارك جاي من مكسيكو على كالكوتا، يعني مش مسافه هينه، وهو بعز شبابه تارك كل شيء. في مثلا صبيه تخيلي جايه كمان خلصت دراستها بالمدرسه وقررت تجي تعمل تخدم مع المير تيريزا لست شهور او سنه بتسكر، واخذت قرار، صبيه بعمر ال 18 سنه بتعرفي شو اخذت قرار؟ تتركت السلولر تبعها واللابتوب بالبيت، ما جابتهم معها، لانه قالت انا اذا بدي اجي اعيش هون كخدمه بدي اخدم هون، بتواصل مع اهلي، بتواصل مع اصحابي، بيبعثوا لي لاتر، ببعث لهم ايميل، بتلفنوا لي، انا بتلفن لهم من شي سنترال. يعني في بعد عنا اليوم ناس شباب وصبايا عندهم هيدي الطاقه، وانا شفتها. أنا شفتها فيك صراحة يعني شيء كتير حلو. حتى في مش بس شباب وصبايا، التقيت بكابلز 70 سنة، بالسبعين سنة من إسبانيا، كمان آخر نهار كنا عم نودع بعضنا، يعملوا لي هنا كوبل، يعني عم بيقولوا لي نحن دايما منجي، بس هالمرة قعدنا وقت أقل لأنه صار علينا صعب التنقلات، الطقس بكالكوتا صعب، التنقلات الباصات، هذا صار متعب لإلهم، بس تعمل لي نحن بدنا نرجع، يعني تخيلي بالسبعينات وعم بتقول لي نحن هلا رايحين، بس أنا أكيد رح أرجع. حلو. أبونا كلمة أخيرة لك، شو بتحب بعد تخبرنا عن اللجنة الأسقفية؟ يعني انا بس بدي بحب ضوي اكثر شيء على هالروح الرسوليه اللي
بتوعيها بترجع بحياة الشبيبة وبحياة الناس، وقديش مهم اليوم كلنا حقيقة نهتم بهالموضوع، لأنه الرسالة ما بتخليك تكوني أنت عم تطلعي لأنك تهتمي بالآخر أكثر من أنك عم تهتمي بحالك. تهتمي بحالك لأنه عم تلاقي حالك مع الرب أكثر، عم تنمي أكثر وأكثر. أوقات الإنسان فكر حاله أنه خلص هو وصل صار يعرف الله، بيصلي خلص كله تمام ماشي الحال معه، بس هيدي معناتها أنه ميت. أنه الإنسان ضروري كل يوم يعيش اختبار جديد، وكل يوم ينمى بالعلاقة من جديد مع الرب، يكتشف حاله من جديد كل مرة. صحيح صحيح، إذا ما كان كل يوم عم ينمى فبيقدر يكون حياتاً عم بيلاقي ذاته، عم بيحقق ذاته بالرب يسوع. وهذه اللجنة يمكن عم بتحاول إنها تشتغل على هالموضوع مع كثير من الأشخاص. بكفي من هون أهميتها؟ إيه من هون أهميتها. بكفي إنه إذا اشتغلنا مع هالمندوبين، هلا كاتيا هي من بين المندوبين، وإذا كل مندوب عنده اختبار وعيش بمحل مدرى ما هو عيش هالبعد الرسولي ووصل الفكرة وشجع غيره وحفز غيره، قديش بتكبر الحلقة يعني، لحتى يضل في دائما رسالة بالكنيسة. والكنيسة إذا اليوم ما فيها رسالة وما فيها شهادة ليسوع المسيح، معناتها بتكون عندها عقم، بتكون ميتة، لأنه ما في بشارة عم بتصير. فالبشارة هي من صلب حياة الكنيسة، لأنه هذا هو يسوع المسيح. امبارح قرينا الإنجيل قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وجبتنا نكون، وهي رسالتنا ودورنا كل يوم نكون عم نحمل رسالة لبعضنا البعض وللآخرين. هذه بالنسبة للجنة يعني. يعني أبونا الله يخليك بهالهمة وإن شاء الله دائما إلى الأمام. مرسي. بعملكم كاتيا يعطيك ألف عافية. مرسي. وحديثك شجع اكيد كثار عم يسمعونا، ناطرينهم بتسعة تموز. ايه نحن بهمنا الدعوه يعني. ايه الدعوه تسعة تموز، هلو ما وانظورا لتنسمع اختباراتهم الشخصيه، هالعلاقه الشخصيه مع يسوع بهون، وهو اللي هي اللي عم تطلقهم لحتى يروحوا ويشهدوا على الحب برا. المكان اكبر دليل على هالشيء هو كانت الخبره اللي خبرتينا اياها. ايه مزبوط، بدار مير دو ديو بعجلتون. نعم. 9 تموز من الساعة 3 بعد الظهر لساعة 8 عشية. اوكي. اوكي. فناطرينكم. وبهمنا تكونوا معنا التليرميار يعني. يا ريت. اكيد ان شاء الله. عشان اذا بيصير في تغطية للموضوع، نحن بهمنا كمان مثل ما قالت كاتيا، كون عم ندعي هلا من هون، مش عم ندعي بس المرسلين اللي عم يسافروا ويرجعوا. عم ندعي كل الجماعات المسيحية بلبنان، كلهم دون استثناء، نتمنى مش قادرين كلهم يطلعوا، يكون في ممثلين من قبلهم يعني 2 3 لحتى حقيقه نشتغل بطريقه احسن وبطريقه مثمره اكثر، بس كنا عم نتكاتف نتعاون مع بعضنا. شكرا لوجودكم معنا سير نادر ومدام كاتيا. ميرسي كثير لك. ميرسي لكم. بتحضروا ريبورتاج. مشاهدينا هيدي كانت حلقتنا لليوم، انا بلاقيكم تنين الجاي، انطروني. باي باي.